الإنسان ضيفنا الشخص الشاب عليان عبد اللطيف كتيب عالم وعالم آخر. المحتوى مهم والإحساس أهم. ممكن من بعد لما نتحدث ونخوض في ما يعني في فحو الكتاب. عبد اللطيف مغروم بالكلمة وقرر انه الاشياء اللي تخوض يعني اللي بداخله تستاهل انها يحطها في كتيب. ومعليش من بعد الكتيب يناقش و يعني ويثرى وتكون فيه اراء مختلفه ممكن تساعده على تشجيع على الاستمرار. اذا عبد اللطيف عليان من مواليد 1990 بالجزائر العاصمة بحسن داي بالضبط. عشق الشعر وسحر الكلمة منذ الصغر وكان ميالا كثيرا للاختراع ومجالات عديدة في ميدان الفن كالرسم الذي مارسه لفترة قصيرة يعني منذ الصغر لينتقل بعده إلى كتابة نصوص الأغنية ذات النبرة الراب القوية. الراب يعني كلنا هو في فرقة الراب وإحنا كلنا نعرف عادة الراب عنده حامل رسالة وحامل حامل نبض شعب ومجتمع. من المفروض أنه الراب لما ظهر في هذا الاتجاه بعد أن شكل مع صديقه القيصر فرقة ثنائيات الفنون ديو آخر القيصر. احنا الآن عندنا هذا السيد تاع القيصر إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. هذا ستنسولو دو غاب مي عبد اللطيف معاه في فرقة الثنائيات. كذلك هو مشغول بالسينما والفن إلى درجة سيبوبلي إلى درجة أنه عمل ان بيتي فيلم افيك ان كاميرا صغير هو واصدقائه وكتب قصة والقصة ممكن أبطالها ثلاث مثل ما حكى لي فنانين يعني فيه رسام وفيه إيفانو باغلي بيتيت توت ألوغ وحكى على حياتهم على أملهم على ممكن ألمهم كذلك. وهذا احنا نعرف انه هو الان في بداية الطريق وشاب بلان دو دينيرجي بلان دو بوتي اوسي باسكو كونت اون جون اي سي بيان دو فونسي هكذا كيما راه يدير. مو جو كوا كيلي على ريشيرش دو سا بيرسون. من بعد الان يكتب الشعر يكتب يفي دي فيلم يغني وممكن في يوم ما يقرر انه هذا هو الطريق تاعو والاشياء الاخرى تبقى ثانويه. Moi, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui avec nous. Ça me fait énormément plaisir d'avoir des capacités algériennes, jeunes surtout. Parce que finalement, on a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit tout est noir, des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Et quand on rencontre de temps à autre des jeunes qui sont là, qui essayent, qui aiment la vie, et à travers elle, l'Algérie bien sûr, donc ça nous fait énormément plaisir. Ou Abouabna Daymen Mftouha l'écho. Marhaba bik. Et je te donne directement la parole. Alamun wa alam akhar. Pourquoi ce titre-là? Alors, si mes doigts d'un chaud, je t'en sors de maintenant. Ou qui fais-je? جاتك هذه القوة انك تروح وتدي باسكو فينالمون يا با ديديتور سي ضم اعماله والى الى 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 ابلي لوندا il leur a demandé comment on doit faire parce qu'il veut éditer un livre sans éditeur. قالوا له بلي لازم تروح تجيب الاذاعه القانوني الا في وهذه كلها مسار راح يساعده في حياته انه يديكوفر كو باش يكون عندنا كتاب لازم رقم ايداع. راح للمكتبه يعطاو له رقم الايداع الى كشيز ان امبريمور الى في سول لا ميزون باج حتى لو مهما كانت هي كومون سي اون ديمارش اسي امبورطون. وخرج هذا الكتيب اللي اليوم راه بيننا والكتاب هي نصوص مصريه في الحب والجمال.
الحب والجمال. كان قبيل يتحدث مع الصحفيين هنا وانا سمعت هكذا طراطيش كلام على راي اصدقائنا الاعداء. فلسفته في الحب، لان احنا لما نقول دائما حب، نقول دائما تجي في بالنا الحب بين الرجل والمراه. الحب اكبر من هذا بكثير، الحب سي اون باز تريز امبورطونت اي اون نو بو ايديفي كوا كو سوا اذا ما كانتش فيه هي. اذا راح نخليه هو يتحدث عن هذا الحب وعن هذا الجمال اللي خلاه دار هذا الكتيب وراه بيناتنا اليوم. تفضل عبد. بون انا نشكرك بزاف على الدعوه هذه ويعطيك الصحه. هذا هو التشجيع اللي كبير انا هي ديجا كي قابلوا الناس هكذا كبار الله يبارك ما شاء الله. انا شغل انت صغير بيناتهم وما يسمع لك. هذا تشجيع كبير ليا. انا واش نحكي لكم على الكتاب هذا؟ هو مجموعه نصوص كل نص تكتب في فتره معينه من الزمن، تكتب كل واحد تكتب وحده في مدة زمنية اللي كانت هكذا تتراوح في العام، باش كتبوا هذه النصوص اللي مجموعة تاعها 22 نص. ونهار جمعتهم درت لهم، كان واحد من النصوص اللي يحمل العنوان هذا عالم وعالم آخر، لأنه النص هذا هو اللي كان تما في الخيال تاعي كي كنت نكتب. لي شغل خرجت بزاف من الابعاد اللي انا عايشين فيهم هنا، من الابعاد تاع هذا العلم، ورحت في الخيال تاعي بزاف. ونحكي بزاف على الطبيعه، ونحب بزاف الطبيعه وناتير هاد العفايس. و بيان سور الحب توجور حاضر، الحب توجور حاضر في النصوص كامل. والحاجه اللي جمعتهم كامل انه توجور دائما نحكي على عالم اخر، والعالم الاخر هذا فاش كان يتمثل؟ هو كان يتمثل في المشاعر، في المشاعر اللي كانت تخلي كلمة تترسم فوق الورقه هذوك، هذيك النظره هذيك تاع الشاعر هذيك. وكما بينت هنا في الاهداء وقلت لها قبل كي بدينا نحكوا باللي الشاعر ماشي هو الانسان لي يكون لازم يكون ميزيسيان موسيقى يكتب، ولا لازم يكون يرسم، ولا الشاعر هو الانسان اللي يذوق الحاجه. تما مام يكون انسان بسيط هكذا، يقدر يكون هذاك الانسان عنده فن داخله راه ساكن، نلقاوه في اي حاجه. كما قلت لها من قبل مثلا دوك ندخلوا لدار واحد نشوفوا الديكور تاع داره كيفاش مستفها، نفرضوا بلي عنده ذوق هذاك فن. بصح كل واحد كيفاش يخرج الفن تاعو، وكاين اللي عنده فن محدود وهو الفن ماشي محدود كاع، يعني كاين اللي عنده الفن يخليه محصور تما وما يخرجوش كاع. هو على كل حال كاين مجالات بزاف، والانسان كي يشوف من يشوف من يجرب كاع المجالات يلقى كيفاش يخرج هذوك هذيك الطاقه اللي تكون ساكنه داخله، لاخاطش هي اولا وقبل كل شيء طاقه كامله. كاين واحد من النصوص هنا اسمه الطاقه الكامله. الطاقة الكامنة هذيك هي اللي تخلينا نبدعو ونخرجو، ودوما تكون مقرونة بالإرادة لا فولونتي، باسكو بالإرادة تكسر الحواجز، هي الأساس تاع كل شيء. وأنا الهدف الأول تاعي كيما كنت نقول من قبل للصحفيين، الحب هو في الأصل لازم يكون في وسط الأسرة. هذه نقولها ونعاودها باسكو لو ندافع عن الفكره هذه مهما كانت، الحب هو لازم يكون في وسط الاسره. احنا هملنا وخرجنا من الوسط الاسري، دوك احنا بار اكزومبل احنا ديجا صغار، انا ما نقدرش نروح زعما بار اكزومبل عند بابا ولا يما نحكي لها في سيجي تاع الحب. علاش؟ هي نورمال ما خليناه حوزناه برا، فرد عندنا فرد من الاسره نخرجوه ونخلوه يريح برا، نبدوه حنايا ما نسحقوكش في الدار، واش يولي؟ بيان سور يولي عالة المجتمع. هكا احنا الحب ولينا ولا عالة علينا في هذا الوقت. ونزيدو نشوفوا الحضارة تاع الغرب اللي راهي تجتاح فينا بواحد الطريقة غير معقولة، زاد تلبسلو ملابس للحب هذا، ولينا نشوفوه بصورة ماشي كي الصورة الحقيقية تاعو. والسلبية اللي رانا عايشين فيهم كاع نعرفو، أنا مادا بيا تعاود تولي الصورة الحقيقية تاعو، كان الحب يعاود يولي لوسط الأسرة. علاش؟
باسكو الاسره هي نواه المجتمع، والحب في الاول يجمع بين يعني تما الحب اللي يحضر الشعراء ويحكوا عليه كاع، يجمع بين الرجل والمراه، والرجل والمراه هو اللبنه الاولى تاع المجتمع. باش نبنوا هذا المجتمع رجل ومراه، ربي خلق ادم وحواء وجعل وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. هذه الموده والرحمه احنا ماذا بينا تكون بمعنى الكلمه، ماذا بينا تحب تولي للمكان تاعها باسكو ما راناش عايشين، احنا رانا عايشين غير في ضغوطات، غير في ضغوطات. من بعد تلك المقلبات تاع الشباب تاعنا ولاو يخرجوا برا، يخرجوا برا يفرغوا هذيك الطاقه تاعهم، وكي ندخلوا الوسط الاسري ما نقدروش نتحاور. كي ما نتحاورش الوسط الاسري وين نتحاور؟ نتحاور برا تسمى انا ماذا بيا هذا الكتيب الصغير هذا ماذا بيا واحد اللي شغل كيما نقولوا شوفوا لي بروفوندور تاعو. وكاين اللي قراوه قالوا لي متشائم بزاف. قلت لهم نو مور التشاؤم شوفوا واش كاين، مور التشاؤم كاين التفاؤل. علاش باغ اكزومبل لو واحد قاعد عندك ضربة ويسمى فيك عندك طريق، كي تكون قاعد وما تمشيش الطريق هذيك ما تلقاش عقبة، تعيش نورمال عادي تما ما كاش. بار كونتر واحد يوقف ويمشي الطريق هذيك راح تلقى عقبة، راح تلقى عفايس ما يعجبوكش. انت كي توصفهم الناس يشوفوك متشائم، نو هي بار كونتر ماشي تشاؤم هذا. Tu as plongé dans l'eau. Il y a un texte qui a été écrit dans le monde. Il y a toujours un alam qui est 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 un alam. لو كان كنت متشائم صح ما قدرتش ما يخرجش الكتاب هذا كاع. واش حبيت نقول لكم انا دوك كي هضرنا في الامل والتشاؤم، انا نقدر نوصف لكم باللي هو شمعه تقاوم بضوئها الضئيل ظلام التشاؤم القوي. يعطيك الصحة. بون هذا بالنسبة للكتاب اللي أنا عجبتني الصورة تاع الحب اللي هو صحيح أنه في واحد مفروض أنه يكون متواجد في العائلة. قال لك لما واحد من العائلة ترميه برا يرجع متشرد ويرجع كل واحد يلبسه كما حب ويعطيه الصورة اللي حب. سي فغي حتى ابنائنا اذا ما شافوش هذا الحب وكان مقبل قال ممكن حاجه ما ذكرهاش هنا كنت سمعتها، قال لك الان لوم اي لا فام لي زيبو رجعوا يعيشوا شغل دي كوليك ويروح يخدم يجي يهضروا على واش يشري وعلى واش هذا. صحيح انه في اغلب عائلاتنا ما نحسوش بهذيك لا توندغيس اللي تربط هذ الاثنين، لي زونفون ما يشوفوش كل هذه الاشياء. وبطبيعه الحال منين رايحين ياخذوا الحب؟ رايحين ياخذوه من برا هما بالصوره اللي قدموها لهم. سي با لا ميم فوطو تاعو كاع ماشي كاع هي الصوره تاعو. ما يحسوش بال. وحكايه الفيلم اللي حاولت ديرو كيفاش علاش رحت لكل ميتراج هذاك فيلم قصير هذاك كان في 45 دقيقه تاع الوقت و 6 شهور خدمه. ستوا خدمة هذيك خرجت 45 دقيقة تاعو سميتو لي كاباسيتي فالي. بون اون فرونسي سا فو با دير انا نعشق العصبية على كل حال، مي درت باش يكون قريب ليجا نتاعو انا باسكو زدت لي ليجا كاع طاطيرة ولدتي سمعوا لي كاباسيتي فالي يحبوا يشوفوا كاع شنو هذا. قالوا واش شافوني كي كنت متولى كذا باغ اكزومبل في الحومة واش راك دير لا الكاميرا مسموع واش راك دير ملي درت فيلم. باش قلت جيرو ان نورمال هذا يدير فيلم هذا من الوسط كيما اديسون وبيكاسو ولا كانوا كاع يتحدوا بهم هكذا او يدير فيه فيلم. واش مولد انت اكل كاباسيتي فادي قال ان شاء الله نشوفه. هما كانوا عراقيل وكانوا عفايس في الماتيريال بون كنا في اباري فوتو وكان المشكل الكبير في الصون. والمشكلة الكبيرة اللي وقع في الصون هذاك خلانا نكريو حل، والحل هي انه رجعنا شغل رواية
2000 هكذا من بعد انا كنت نحكي وني ضاوي في القصه علاش باسكو لونجيستمون تاع الصون هكذا كي كون ستوديو بون جي يجي يشوف بلوم ما تفهم وكي نهار خرج الفيلم وشافوه كاع عجبهم في الحومه بزاف بزاف هما كيما تشوف انت انه كان من تونس كونتاكتي من لي جون وكذا شافوا الفيلم وعجبهم بون ما كان ما في حتى مرأة فيلم ما في حتى مرأة علاش كنت وحدي بيناتنا حنا كنا قمتو لي تورنينا كاع كنا في 19 في 19 واسمو لي كاباسيتي بيردي هو يحكي على رابور ديسيماتور و انفونتور ان رابور ديسيماتور انفونتور كاين عفايس اللي انا نعاني منهم دوكا باغ اكزومبل الرابور هذا كاين عنده وحده شغل كونكور نتاعو عنده دراهم عنده دراهم ولاباس بيه وحب يغني راب كيما هذاك الرابور تاع الصح وفي الفيلم هذاك الرابور بون كاين دو شونسون تاع رابور تاع الصح والرابور تاع لوغر تاع كونتر فاسون ماشي فوريجين هذاك كاين دو شونسون تاعهم تشوفي الكليب تاع رابور هذاك اللي يحكي لا فيريتي ويحكي على لا سوسيتي واش كاين على الخدام على المشاكل اللي رانا عايشينهم قاعدين كما يحكي يقول الكلمه تاع الصح ويحب يلحقها الكليب تاعو وين داير داخل الشومبر ما كاش طلع مخدوره ما كاش في الشومبر واش حب يقول حب يقول بلي هذه كي حبيت نبين بلي التكست هذا هذيك الاغنيه هي محصوره تما ومن بعد كي لحقت باش نجوز الاغنيه تاع الدوزيام زعما كاين كرون ديستير كاري هكذا يجي لي واحد قال له درنا لدينا فاجي بون هذه زياده في التكست باش ما يجيش سوا سوا كان كان وبعد يشعل البوست يشعل البوست يسمع الاغنيه تاع الاخر تسمع حبيت الاعلام وبعد تشوف بوست في الدار تسمع في الاغنيه وتشوف واحد يمشي في الطريق اللي يقولها ويسمع في الاغنيه تسمع حبيت الاعلام هذا شغل الحق الحق علاش هو واش عنده عنده لاباس به حبينا حق يخلص بيه الحق هذا هو مش حبيت نلعب بالفيلم هذاك تقول باللي عنده شطاره وثاني كاين عفايس واحد اخرين حبيت نبينهم فيه الفيسبوك فيه هاد العفايس باغ اكزومبل كيما الديسيناتور ديسينا بابلو بيبليا في الفيسبوك من بعد كي بيبليا في الفيسبوك صارت سرقه من بعد داروا طابلو وكي داروا طابلو زادوا عرفوا صاحبو لانفونتور هذاك ولانفونتور كان ديكوفرا واحد لاماتيار زعما هي استوا ماشي صح ديكوفرا واحد لاماتيار ومن بعد تيك تم لامافيا لحقوا ليهم لحقوا ليهم وداو لي برودوي هذوك وداو طابلو هذيك تسمى حاجة حبيت نبينها فيسبوك تسمى واحد من يوتيليزيت شحال داير وإلا ربط من نابورت من نابورت عفسات تما ميم لي كوردوني تاعك فايس لي كونتاكت هكذايا باش واحد باش حاجة لي تسمى فرحت كي شافوها كاين لي كاتيجوري صغار كبار كاين عباد كبار جاو هضروا معايا قالوا لي والله صافي بليزير قالوا لي كيما واحد سيد قال لي الحاجة الأولى نقولها لك أنت هذه كل واحد لازم كيما نقولوا هذه الطاقة اللي الداخل نفجروها نفجروها ما كاش مرة توقف عليها ديروا الله كيما أنا على الحاجة الأولى نهار عودت نطبع الكتاب هذا كنت نشوف فيه درجة راح ندير درجة نخدمها نطلع فوقها وبعد ساعة بنزل درجة نطلع فوقها ويا هذه الحياة أنا في مش درجة درجة بتجيك أخدم لابلاتفورم اللي توقف عليها وكي توقف زين ما فهمش غير بالعقل وربي فخنا إن شاء الله كيف كيف إن شاء الله رب العالمين يعطيك الصحة مانيش عارفة احنا ناخذوا أسئلة إذا كان فيه أسئلة تفضل ناصر السلام عليكم سلام عليكم تشرفنا الله يسلمك